واخيرا هبطت كول اوف ديوتي موبيل. زعم الجيم هذايا طايح على فري فاير في تونس وتطور لعبه تحكي عليها برشا، والا كيما اي جو طابط تبدا منور في التراند ومن بعديك تطيح. اللعبه هذايا عندها المؤهلات الكل باش تنجح وباش تطيح على فري فاير وطايح على ببجي موبيل. اول حاجه ما تستحقش الجو هذايا تليفون قوي، وفيها المرض نتاع الجو الكل اللي هو الباتل رويال، وفيها ديث ماتش. كي تحكي كول اوف ديوتي وتحكي ديث ماتش صاحبي ما نحكي شيء، يعني فما حتى جو كيفه يعني بالحق جو بنينا عالله. والحاجه الثالثه اللي فيها اللي هي الزومبي، وكيف كيف كي تحكي زومبي تحكي على كول اوف ديوتي. من اقوى لي جيم راه وليت عامله في الزومبي راك تحكي على كول اوف ديوتي، يعني من الاخر يعني تعرف ايش قاعده تعمل كول اوف ديوتي. نتصور باش يخرج زومبي يطير على الاخ، نتصور ان شاء الله يطلع كلامي صحيح. وما غير ما نطول عليكم ديريكت نبداو في الجيم بلاي نتاعنا. مستنى نسيت حاجه مهمه على الاخر، ما تنساوش اللي تعملوا لايك وتكتبوا لنا لوطا كومونتير، وكانك جيت في الشام تنساش تعمل سابس. واهم حاجه ما تنساوش البارتاج معكم نهار كامل تحكيو وتبكيو. فاش فري فاير نهار كامل في التندوس نتاع الجيمينغ نتاع تونس، وينهم لي جيم الاخرين؟ وينهم ترشني ماك انت اللي يحكيو الناس هذوما اللي يحكيو على فري فاير نهار كامل شباب في التندوس؟ لازمكم انتم تبارتاجيو الفيديوهات الاخرين نتاع جيم اخرين نتاع يوتيوبرز توانس اخرين باش تلقاو يوتيوبرز توانس اخرين موجودين في التندوس التونسيه. يعني التندوس لازم يكون فيها برشا فيوز باش تدخل لها، كي باش تدخل لها لازم لعبه تبارتاجي وتعمل اللايك وكل العفسات هذوكم كل. يعني ما تبداش تبكي وانت ماكش قاعد تعمل فيهم الحكايات هذو. سو خلينا نبداو الجيم بلاي نتاعنا. طيب كانوا لازم نبداو الجيم نتاعنا. قبل كل شيء خلينا نعمل طلق في الجو الكل خاطر دخلت نلعب شويه، على خاطر باش تلعب باتل باس لازم تطلع النيفو 7 ديما كيما تراو هنا مزات مسكره. لعبت حتى النيفو 6 قلت منها خلينا نوريكم طرح ديث ماتش ومن بعديك نحلوا الباتل رويال. والحقيقه الوليد اكثر حاجه نستنى فيها في الجيم هذايا مش الباتل رويال، نستنى في الديث ماتش. الديث ماتش نتاعها ياسر يطير على الاخر، وجو الكول اوف ديوتي الله غالب كل فيديو لازم تلعبها تايكو بالفلوس، واحنا ما عندناش فلوس نلعبوا الجراتوي هذايا وكامل على الموبيل، علاش ما نلعبوهاش؟ بريس كيما الشعب التونسي الكل يعني. والحاجه الاخرى اللي حكيت فيها ديجا يوكو في الانترو اللي هي باش يهبطوا ان شاء الله على قريب ماب تونسيه، ان شاء الله دوما طابت ونعمل عليها فيديو. كل شيء خلينا نطلع شنو موجود هنا قدامنا، هنا عندك شنو اللي باش تلعب هذايا قريبا هي باز الزومبي، ديجا ثم تصوير زومبي بالنوار غاديكا. فما الطور الجماعي اللي هي ديث ماتش، وفما الباتل رويال كيما قلت لكم تتحل في النيفو 7 ان شاء الله من بعد الطرح هذايا تتحل. هنا يا الاولاد عندكم العتاد اللي هي الاسلحه نتاعك والبرسون نتاعك شنو تحبوا، هنا تختار السلاح هذا حليته في نيفو 5 ولا 6. عطوني سلاح المطهر ولا بالاخر سلاح نتاع نار هكا مكتوبه قاذفه لهب. وهنا عندك الاسلحه نتاعك والحاجه البي فيها كل ما تطلع في نيفو تزيد عفسيات في السلاح نتاعك كيما كول اوف ديوتي ديما بريسك هيك. الكول اوف ديوتي كل ما تطلع في النيفو يزيدوك عفسيات جديده نتاع السلاح ولا يزيدوك سلاح جديد. وحاجه اخرى فما كيما القصاصه ولا ما نعرفش اسمها بالضبط تحطها على السلاح تقوي السلاح نتاعك كيما السلاح هذايا تعمل له ترقيه وتنزل تحطهم الخمسه اقصى مثال حط هذايا هكا وتنزل شي باش يعطيوني عطاوني ثلاثه حاجات جديده هذايا عطيوني اللي مقبلك ما فقتش بها وعطاوني هذايا. اوكي يلا خلينا نركبوهم تويكا في السلاح نتاعنا. سي بون ركبنا كل شيء، ايش عندنا اخر زايد؟ نخليه السكين ولا نبدلوه؟ شي نجم نحطو فرد نجمو نخليه السكين. فما بازوكا اوه جود 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 حاجه بايعه على الاخر الاولاد. هنا ايش عندي سكين نتاع قنبله بايعه على قليل، دبرنا سكين نتاع قنبله. عندنا شنو هي الحقيبه هذي؟ شنو هي هذي؟ صندوق صندوق يومي عملوا فيها بوكس وعطاوني ايموت. اوكي باه كيما تراو هنا عندكم فعاليات انجاز جمع الهويه ولا شنية، ثم ديما بريس كيما اللي جو باتل رويال كل من الاخر يعملوا فيها عفسيات نتاع بالطبيعه باش يربحوا فلوس. اوكي يربحوا الفلوس الجو الكل تاعك جدد لازم تدفع فلوس تاخذ سكينات وكل شيء. باه فما باتل باس الاولاد كيما تراو، اما الباتل باس نتاعها غاليه شويه الحقيقه الاولاد، غاليه شويه الباتل باس نتاعها. باه نشوفوا الباتل باس، ديجا هذه الباتل باس مزيانه على الاخر الحقيقه. فما حكيت ميزانيه هذوما زدت ما حليتهمشي انا خاطر بالفلوس. باه الولاد اللي يحب يعاون ينجم يشري لي الباتل باس يبعث لي حق الباتل باس خاطر برج ولايا ضعلي باش نركز مع الجو ذي. شخت عليها على الاخر لعبت شويه شخت عليها خاصه ديث ماتش الباتل رويال مازلت ما جربتوش الحق. ما طولت عليكم ديريكت نبداو نلعبوا على رواح نتاعنا قد تربي نعمل حكايه مزيانه الطرح هذايا. بالهيل هيل هيل ووهو والله تطير على الاخر والله الولاد نصحكم تجربوه. بيعطوني صاروخ خلينا نجربوا الصاروخ
اوه يودي فتقنيهم رغم اللي نيفو نتاعهم اقوى مني هذا. ثم واحد تحسني نبرت على روحي، كنت جاوي به، كنت قاعد جاوي به، علاش ننبر على روحي عليه؟ هو العفصه نتاع تز الكرتوش خاطر هذا ما كانتش من القدومه تلعب، هذه تو تزادت لي بالحقيقه، تو جدات لي. والمابيت شنيه كلها القدومه نتاع كل فدود يعني العز. اوه مفقتش بيهم، انتو زادوكم مفقتش بيهم. الحقيقة تحس في روحي قاعد نلعب في كل قديمة لأكثر الأقل، مش جو موبيل، في كل شيء، في الجرافيك، في كل شيء، تحس في روحي نلعب في كل قديمة. جوست النيفو بالطبيعة هوني تحسهم سهلين، تحسني قاعد نفيل على روحي كل ما نقول كلمة سهلين ولا ياسر ترى حاجة كي ندخل فيها. خل ركزوا تو في الجيم بالحق. معلم عن الصاروخ الولاد نستعملوه، عن ذي نستعملوها تاع الطياره مسمي. يا حسره قولي ايش هبطت، هم هبطت فوق اللوحه يمكن ولا طوله ولا شيء تتقال. يا معلم طاري في راسي صح عليه. والله الجيم هذي بدات ترجع فيا للجو بالحق نتاع الجوك، خاطر مختلفة على الاخر على الاخرين اللي باتل رويال. هذي تنجم تلعب باتل رويال ديث ماتش بالحق، ديث ماتش تحس روحك تلعب في ديث ماتش بالحق. تبي ليه تلعب سنايب وانتي نوب؟ ربحناهم 40-21، جود 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 جود. اقوى كيل عندي انا اخر كيل هذي قتل الاخيره. موت موت موتو فات فيتو. اكثر واحد عامل سكور هو انا 2215، الثاني 700 والثالث 500. ياسر المب. واخيرا وصلنا نيفو 7، تويك نجم نلعبوا الباتل رويال نتستيوه مع بعضنا. عامل اكثر واحد انا 22 كيل، الثاني عامل 7 كيلات 4 كيلات 4 كيلات 3 كيلات. خروج وتويك نجربوا الباتل رويال اول مره مع بعضنا، اول تجربة الباتل رويال في ببجي، كنت نقول في كول اوف دوتي موبيل. ان شاء الله تكون مزيانة هكا ان شاء الله. تختار المهارة متاع البيرسو متاعك، سهم استشعار مهرج قم بلاذي متاع الزومبي. يا حسرة شكون يتفكرها. خليني جاي الاخر تحسها الباتل رويال الاخرانية متاع كول اوف دوتي، ومعها احسن حاجات اللي تعملوا في كول اوف دوتي اللي هي ديث ماتش ومع الزومبي، يعني عملوا ميلانج لكل شيء به متاع كول اوف ديوتي. الباتل رويال الحقيقه مش طياره ياسر متاعها في البي سي، ان شاء الله هوني تكون مزيانه وكا هاو. وسمعت فما زومبي في الباتل رويال، ما نعرفش صحيحه ولا الحقيقه. خط الانابيب مطعم مخيبه الكتيبه الحقيقه بالعربي وفي بدا كيم، خاطر نحطها باللونكلي وكا هاو. نابتو المزرعه ولا قاعده الاطليل ولا شنو هي. اوكي بري ليتس جو بيبي. شنو هذاك؟ والفلس شنو حطوهم حاضرين، ما بدلت حتى شيء الولاد. الهبوط نتاعها تك تك، تقعدش تكسر راسك وتفد في الهبوط، تقعد تمشي دبا دبا ليه في الزح؟ انتهى بالطول صح؟ طول. فما شكون معايا ولا ايه؟ ما عرفش كانت معايا شكون والموت من الاول. لا عاد ما صار الموت. قداش من واحد في الماب؟ 101. الجيم عملوها 100 داي. فبحيث هبطوا في بلايص اخرين العباد الكل، البلايص هذي ما يهبط فيها حد ضار عليها. يمكن أول مرة نهبط فيها في حياتي وما عادش نهبط فيها. فما شكون هوني؟ الكرتوش بيسع مايو موت مسكين زح، تحسه مقاش سلاح وانا فما حد هبط معي. طب ما حتى حد اسمع صوت كرهبة بالحق صاحبي مش ييه بيبي. عملنا الكيلات بتاعنا طيب، كان نرجع نتلهيو بيهم ونايا. اقوى حاجه حاطتها بيزار، حسيتو جرافيك طايح شويه، حاسه ما وراه في التصاور كالعاده تبهبير بالفارغ يعني.
يجيك في التصاور وكل عفصات الكل يحط الجرافيك قوي على الاخر ومن بعد يطلع الجرافيك بقى متاع تليفون عادي ما حس ما وراه وهما قالوا الجرافيك تنجم تحطه قوي على الاخر يعني ثلاثة كيليات حق خنس كلوت اللي غادي كنسيتو جملة السيد اللي غادي الحقيقة التويكة الولاد يبقى خد فمش برشا عباد جاوني من اقوى حاجة توا عجبتني في الجو اللي هي الديث ماتش ننصحكم تجربوا الديث ماتش الديث ماتش بالحق حاجة تطير على الاخر في الجيم هذا الباتل روير ما عرفش يمكن تروح اللي تقعد فيها قلت لكم العباد لي كونتري كل واحد هبط في بلاصة يمكن خد فمش برشا عباد هذاك عليه يمكن اما انتم زاد تعطيوني رايكم زاد شنو يعجبكم اكثر في الجو هذا انا اكثر حاجة الحقيقة غني قلت لكم عجبتني الديث ماتش حاسس الزومبي زادة باش تكون طيارة على الاخر خلينا نشوف هوني شنو يفهم شنو هذوكم دروبيت اه كلها دروبيت كالموفر غنزو كرهبة هذي نجم نضرب بها الكرهبة يا اخي لا لا جوست زينة باو خفيفة على الاخر فمش مشاكل يعني رغم الجو مازلت كي هابطة توا ما فيش مشاكل الحقيقة الجملة يعني في فما بيوجيت لا شيء يعني اما العباد الحقيقة في البتر رويال حسيتهم ما نعرفش مين هبطوا يمكنش خاطر اول طرح العباد مازلت شدد فيها مي حسيتها بيزار شوية او زومبي اي طيشو دروب الزومبي كيما بتاع فورتنايت بريسك بقى مش تكبست فرحت في بالي باش نزل سلاحه متاع الكهرباء ايزي وين بابا ايزي كيل يدي معش النبر على روحي لازم انا كيقول ايزي وين ولا حكيتك هيك ناكل ناكل على راسي واو هذي متاع ابيكس هذي الولاد العفصه متاع ابيكس نعرفها في ابيكس الفاز هذي الصحة اوه الهيل متاعي طايح الوليد خيزي بيه نهيلي دقيقة دقيقة كيفاش نهيلي هوني سبعة مش بعيدة الفلسة يزيمي نقدم الحقيقة الفلس خاطر حسيتها بيزار شوية اخي هذا يلعب في فورتنايت في بيلو بجوز لازمني نقد الفلس نحط الكنترول الرد هي اللي طبس ونبدل الفلسة الاخرى خاطر الحقيقة قاعد نزل على الكنترول ناحي السوري اوكي يبقاو ثلاث عبيد اما حسيتهم الاخرين بوتيت الحقيقه ما عرفش يكون اول طرح نخاطر بوتيت ولا ما نش عارف اما حاسهم بوتيت الحقيقه اول طرح يبقى واحد ياه ايزي ايزي الاكثرين تصور بوتيت الاولاد اما هاكم شفتوا عقليه الجيم كيفاش وكل شيء نصاب كل ما تطلع في نيفو اكثر تلعب كونتر عبيد الاكثر يبسيدوا عليه فيديوهات اخرين الاكثر خاطر شخت عليها الحقيقة الجهدية خاصة الديث ماتش الباتل رويال مش برشا برشا على خاطر من الاخر فديت منه شوية ولا نقولوا برشا ما فديت منه برشا الكونسيبت كل متاع باتل رويال اما كان تحبوا الولاد يزيدوا عليك فيديوهات اخرين اكتبوا نوتة في الكومنتات ما تنساوش تعملوا لايك بتاعكم باش نعرف نزيدوا عليه فيديوهات اخرين والا لا واكتبوا لنا زاد شنو راكم فيها الجو تنجح والا لا